چند آیات قرآن مجید فرقان حمید کے لیے جناب محترم جناب قاری خادم بلال مجددی صاحب تلاوت کام پاک پیش فرمائیں گے. اللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء والله المستعان على ما تصفون. وجاء قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون. والله عليم بما يعملون. والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدود وكانوا فيه All right.
الله غالب على أمره الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت أيت لك وقالت أيت لك وقالت أيت لك وقالت أيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله قال معاذ
قال معاذ الله قال معاذ دونوں بازو اٹھا کر کہیں سبحان اللہ. خاموشی سے بیٹھنا بہترین ہے, لیکن جب اللہ کا کلام پڑھا جائے نا تو کوئی بھی قاری ہو وقف کرے تو آپ کو چاہیے سبحان اللہ کہنا ہے. دیدار